أسعد الله مساءكم بكل خير. طقس الغد مغبر بوجه عام وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة الغبار والأتربة خاصة في الفترة الصباحية على المناطق المكشوفة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.